امشي قدامي لعند امي وبدي اسمع ولا كلمه. عدي هالليله على خير ولا تكبري راس. اليوم نروح نتعشى عند امي وغير يوم نروح نتعشى عند امي. امشي قدامي ما بدي اسمع ولا كلمه. مرق هالليله على خير وما بدي تكبير راس. اليوم نتعشى عند امي وغير يوم نتعشى عند امك. تفضل امشي قدامي ما بدي اسمع ولا حد. عم اقول لك الموضوع انتهى عند ماما يعني عند ماما. الموضوع انتهى عند ماما يعني عند ماما. عم اقول لك هلا بنكون تاخرنا على ماما. وامي بتكون ناطرتنا ونحن مقضينا ماما وماما. انا عم بقول لك تاخرنا على ماما وماما هلا بتكون ناطرتنا ونحن مقضينا ماما وماما. كلمتك يا رولا ما رح تمشي علي. كلمتك يا قصي ما رح تمشي علي. اسمعي رولا انا تحملت كثير لهون وبس انا ما عاد اقدر اتحمل. وانا كمان تحملتك كثير ولهون وبس انا ما بقى فيني اتحمل. شو يعني؟ ما رح نتفق. وبلا ما نتفق ومن هلا احسن من بعدين. بس لا تقولي لي كلمة طلاق وما طلاق. ايه طلقني قصي. شو؟ عم تحكي جد؟ ايه عم بقلك طلقني. طيب يا رولا بس تذكري انه هذا القرار قرارك مو قرار. ايه انا صاحبت هذا القرار وما رح اتراجع عنه. ويلا طلقني شو ناطر؟ رولا انتي قصي. انتي يا رولا قصي. انتي اوعك طلقتي لي خلقي. بسببك ماما صارت متصلة 10 مرات وما كنتي تعرفي انه انا ما بغير كلمتي. القصة قصة مبدأ. هلا فرجيك يا قصي.